كويز مجموعه من الاسئله يا رشيد. ما تخممش برشا خلينا نبدلوا الجو. اعطينا الاجابات نتاعك. شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ احسن لاعب تونسي اليوم في البطوله التونسيه في المنتخب تونسي ولا؟ تونسي عنده جنسيه تونسيه. لي الصغير افضل لاعب في تاريخ تونس خلقته تونس. نعطيك بالعاطفه. لا لا بالمنطق. عطوق هذا من العاطفه شنو؟ بيه افضل ملاعب في الكلوب تاعو. افضل ملاعب في الكلوب تاعو ما نجمش نعطيك في الكلوب تاعو. ما نجمش نعطيك ملاعب في الكلوب تاعو. كلهم مش باهين. كلهم لا بدو بالعكس كلهم نحبهم وكلهم يقوموا بالدور نتاعهم ويقعد ديما لوفيبل معناتها الوسام معناها وسام يستحق وسام استحقاق معناتها مش حتى كيف السنة معناتها اون دوسي شويه لوروندمون نتاعو لكن وسام استحقاق على الفولونتي وعلى الكوراج وعلى الانرجي نتاعو لكن كلهم نحبهم على جوله الكلوب بالنسبه لي ثماش كي بداوا يلعبوا ثماش واحد خير من الاخر. اعطيني ملاعب من الشامبيونات تحب تجيبه للكلوب. ملاعبي من الشامبيونات معناته يكون موجود في الكلوب في الوقت الحالي يعجبك زاد كيف كيف فيها شويه عاطفه كنت نتمنى كان جاي مراد موجود في المجموعه هذه. مراد الهيفي باش يجي؟ لا كنت نتمنى انا كان شد الزمردي كولو مراد يكون موجود. انا نعرف منتصر يحب برشا مراد الهيفي ويحب يجيبه للكلوب ان شاء الله بوركوا با. سمعتها من عندك انت تو ان شاء الله بوركوا با ربي يوفقه هو في المسيره نتاعو تو. شكون اقرب لاعب ليك؟ في النادي الافريقي اون جينيرال لاعب قريب لك. والله ما عنديش واحد معناتها برينسيبالمون برشا معناتها نحترمهم ونحبهم صحابي ما نعرفش في الموجودين توا معناتها خليل خليل احمد خليل عاطف زهير سيمون 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 ملاعبي كان نجم يعمل مسيره خير من اللي عملها تونسي ملاعبي بسام الصرافي ومراد الهذل مثل الكاول اون برانسيب زوز ملاعبيه ذوما حقهم توا في ستاتيو اخر تاع كوره بحكم البوتنسيال الكبير اللي موجود عندهم. شكون تعتبره احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي أي. بالتاريخ لا اليوم اليوم تاريخ تو نجيكم بعده تاريخ اليوم احسن مدرب تونسي معناتها كما نقولش منتصر مشكل نحيو منتصر من اللعبه نحيو منتصر خويا وصاحبي ذاك نحيو منتصر احسن مدرب اليوم في الساحه احسن مدرب اليوم في الساحه. رفعت عليك الاحراج لا لا انا رفعت على روحي باش نكل لك برشا وقت ما جانيش البالي باش نجاوبك على الاجابه هذه. يعطيني في تاريخ تونس وارجع لي شويه في تاريخ تونس شتالي وتو يا سوبون صعيبه والله لا خاطر تبارك الله ثم برشا كي سعودي بيبي اعطيني واحد هكا واحد هكا والله باش نعطيك واحد هكا باش نظلم عباد اخرى ما نحبش فوزي بن زرتي نبيل معلول اسعد الدريدي اعطيني واحد اعطيني كل واحد هكا انا مانيش فني راهو انا عندي لابريسيسيون نعرف اكثر منه ما تحبش تعطيني مدرب ما نحبش لا باهي ماتش يقعد في بالك ما تنساش كلوب سي بي 300 في عادل سليمي بونتو ما تنساش بونتو عاد اقوى جمهور لعبت ضده. اقوى جمهور لعبنا ضده كنادي افريقي. اقوى جمهور لعبنا ضده كنادي افريقي بون هو كي تبدا مع تعرف ديبلاسمون كلوب كلوب ليمسيا عام 2017 كاردو فينال كوب دو لاكاف جمهور ليمسيا نحبه انا برشا اما خرج من ستاد صفق على جمهور الكلوب. وفي تونس في تونس كنت ديما يعجبوني الجماهير بون الجماهير الكل نحترمها نحب برشا لو سوبورتير منطق لو سوبورتير فاناتيك نحبه بصفه عامه نحب العبد اللي تبع جمعيته واللي غير واللي ينغر واللي بلاش دبلوماسيه لا 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 اعطيني جمهور جمهور في تونس هيك سميت الام سي ال برا سميت الجمهور قلت لك لعبت كونتر قلت لك كلوب الام سي عام 2017 في تونس والله نحترمهم كل ثم بشكون مع جمهور الكلوب معناها ما سالتكش شخص اقوى جمهور قلت لك العبد ضده لعب ضده في تونس ما تشوت الكل يكون كي يبداو بالجمهور تكون الامبيونس مزيانه دونك تعبتني لا لا ما جمهور الكلوب ما نجمش نقول لك في كلاسيكو ليتوال والاسبيرونس شكون تشجع؟ شكون تحب يربح؟ في الكلاسيكو يلعبوا بعضهم انت والوضعيه نتاع البطوله اش معناه؟ انت والوضعيه نتاع البطوله هي كيفاش فسرت؟ تبدا تساعدني النيول يبدا يساعد الفريق النيول نقول معناها ما عندكش فريق تشجعه لا لا في السي اس اس نقولوا ليتوال كيف 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 الوضعية نتاع النادي الافريقي هي تحتم عليا مش نشجع ما نوصلش لمرحلة تشجيع ونعيط لي مش هذا لكن نقول ريزولتا نشجع اللي ريزولتا نتاعو مش نشجع نحبذ ريزولتا يمشي في صالح النادي الافريقي. شكون احسن لاعب في العالم؟ اكتويلمون
انا فديت من الكومباريزون تاع ميسي وكريستيانو راه اين تكون اما هما زوز يميريت بون ميسي لي بو سيرتينمون بوكو بلو تراكتيو مي وكريستيانو سيرتينمون اكثر واحد سيريو واكثر واحد كونستون معناها فهمت دونك ما نجمش كنت تختار بيناتهم زوز بيناتهم زوز كنا نختار يا باش يلعب اعطيني ياسر ما عادش عندي وقت ليفاندوفسكي في الوقت الحالي سهلت معاك